أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم في هذه الأمسية الرمضانية الطيبة، كل عام وأنتم بألف خير. اليوم نتناول موضوع هو عبارة عن فرقعات إعلامية لم يثبت إلى الآن، ولكن يوجد بعض التصريحات التي صدرت عن الحكومة به، وهو رفع الدعم عن الخبز. هذا الدعم الذي يعد دعما لمادة أساسية في كل وجبة لكل أردني، فتجد الثابت هو الخبز والمتحرك هي المواد الأخرى. خليني أحكي شوي في العامية إذا تسمحوا لي، يعني ممكن الواحد يأكل خبز وشاي، ممكن الغني يأكل خبز ولحمة، ممكن الفقير يأكل خبز وزربندورة وحبة خيار، إلا أنه الخبز هذا ثابت لدى المواطن الأردني، ويعني بكل وجباتنا هو الثابت. الحكومة تتجه إلى رفع الخبز، كما وأنها تريد من المواطن أن يصبح عبارة عن بطاقة شحن، تشحن هذه البطاقة 90 كيلو من الخبز لمدة عام، ليأكل هذا الفرد 90 كيلو من الخبز. بإجراء حسابي بسيط أجريناه سريعا، فقلنا بأن كيلو الخبز يزن بين 3 إلى 5 أرغفة خبز، فلو ضربنا 90 في 5 450، والسنة 365 يوم، فإذا المواطن الأردني يحق له أن يأكل رغيف وربع فقط باليوم خبز مدعوم. والحجة بأن الموجودين على الأرض الأردنية من غير الأردنيين لا يجب أن يستفيدوا من الدعم على الخبز. هنا قد أوقعنا المواطن الأردني في هذا المطب، لأنه لا يوجد أسرة يأكل فيها الفرد فقط رغيفا واحدا من الخبز. وأقول هنا بكلمات سريعة وهي شعرية قد تعبر عن ما يجول في خاطر كل مشاهد لنا: أمسكت قلمي بيدي وهممت بالكتابة على الورق، وكنت أهم للنوم قبلها، فهاجمني بقوة وحش الأرق، قلقا على أهلي وابني وجيراني ووطني، يا له من قلق، انتابني شعور بأن ولدي ضاع بالزحام من يدي، لا بل انسرق، وأن زهور وطني لم تستطع أن تتفتح وتفوح منها رائحة العبق، وسريعين ومسرعين كثر على نهب وطني وسرقته، ويكرم الوطن من سبق، وباب حكومتنا يطرق منذ سنوات مرارا وتكرارا، ولا يسمع لمن طرق، وتربة يحاول الأحرار أن يروها لتحيا، وإخصابها بدمائهم والعرق، وأشلاء من حولنا لم توقظ ضميرا ولا حركت الذي بالعهر غرق، ورغيف خبز أصبح هو الحاكم الآمر الذي من الرق عتق، ورغيف خبز أصبح هو الحاكم الآمر الذي من الرق عتق. هكذا نقول بأن هذا الرغيف اليوم هو هم الأردني، وهو الآمر الناهي في الأسرة الأردنية. للحديث عن هذا الموضوع، موضوع تداعيات ارتفاع الخبز بعد العيد بحسب التصريحات التي صدرت من دولة الدكتور عبدالله نصور في مدينة الرمثة، والتصريحات السابقة حول توضيح طريقة رفع الخبز على المواقع الإلكترونية وفي الصحافة المكتوبة والمرئية، نستضيف اليوم الناشط الحراكي السيد خالد القطامي. مساء الخير أستاذ خالد. وأيضا نستضيف معنا المهندس أيمن الخزاعلي، وهو عضو المجلس الوطني لحزبة الجبهة الموحدة، وهو ناشط سياسي أيضا. اليوم ضيوفنا راح نتحدث عن ردة فعل الشارع في حال تم ارتفاع الخبز، وأبتدئ من لديك خالد. الخبز مادة أساسية في حياة المواطن الأردني، وهي آخر معقل للدعم يراد له أن يرتفع. يا سيدي، أولا مساء الخير لكم ولهذه الأمة الطيبة على ثرى هذا الأردن الطيب. حقيقة وما يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لهذه القناة التي أتاحت لنا هذه الفرصة، وأتوجه إلى الشعب الأردني وأقول له كل عام وأنت بخير بقرب حلول عيد الفطر السعيد، الذي نتمنى أن يكون عيدا كالأعياد التي سبقت، لا عيدا نهدد به يوما برفع المحروقات، ويوما برفع الدعم عن المادة كذا، ويوما عن مادة كذا. لم يصبح المواطن الأردني سلعة يباع ويشترى في سوق النخاسة على عتبات هؤلاء المسؤولين الذين تخلوا يوم بيوم من الأيام وفي لحظة من اللحظات انقلبوا من مواطنين حقيقيين. كان يعتقد المواطن أنهم في صف المواطن، إلا أنهم أغرتهم الكراسي والمناصب وانزاحوا إلى الكراسي، ولم ينزاحوا إلى المواطن، والمواطن والشعب هو الأبقى، ولكنهم أبوا إلا أن يكونوا عبيد هذه الكراسي. نوجه رسالة إلى المواطنين، نقول يا مواطن
أيها الأردني الشريف الحر الكريم المعطاء، إلى متى تبقى صامتا هذا الصمت؟ إلى متى تباع وتشترى ويرفع يوم عليك كذا ويرفع يوم عليك كذا؟ إلى هذا الحد أصبحت تتحمل وتطيق؟ إن كنت تتحمل وتطيق فأنت لك ما عليك وعليك ما عليك، تحمل، أنت حر. ولكنني أعتقد وأجزم بأن 90% من المواطنين الأردنيين لا يطيقون هذا الرفع. أيعقل أن يطل علينا رئيس الوزراء بمادة الخبز ويقول 90 كيلو بالسنة، أي ما يعادل 450 كما تحدثت وتحدثت الصحافة، أي للمواطن باليوم رغيف وربع؟ كيف نقسمها؟ أتفطر باليوم ربع رغيف وتسيب الباقي إلى نصف النهار نصف رغيف وإلى آخر النهار رغيف؟ أحجتك إذا كانت حجتك يا سيد عبد الله نسور، يا دكتور عبد الله نسور، يا دولة عبد الله نسور، إذا كانت حجتك أنه البلد أجاها أجانب وأجاها كذا، أنتم فتحتم البلد على مصراعيها. المواطن لم يكن له دخل. المواطن ما قال لك أنه افتح حدودك الشمالية والغربية والشرقية والجنوبية وسماءك لمن هب ودب بأن يدخل هذا البلد. المواطن له الأحقية، المواطن له الأولوية، المواطن هو الحقيقي، هو الداعم الحقيقي للمواطن للحكومة إن كانت حقيقية صادقة بنواياها. ولكن لا تدعم الخزينة على حساب المواطن وجيب المواطن. بالأمس تسللتم إلى جيبة المواطن ورفعتم وقود الوقود بدون علم ودون درية، وأنتم تعلمون بأن المحروقات عالميا أصلا أسعارها نازلة، وتبشرون المواطن بعد العيد برفع دعم الكهرباء وما يؤول إليه من رفع، وتبشرون المواطن بالخبز، ماذا بقى لكم؟ المواطن حقيقة يا أستاذ طارق أصبح لا يطيق، أصبح ما بين سنديانين، ما بين سنديان رمضان والأعياد والمدارس والغلاء، وما بين سنديان الحكومة التي لا ترحم. أوجه رسالة إلى صانع القرار بأن يتخذ إجراءات حقيقية وسريعة. طيب يا خالد، أنت يعني من الناس المتواجدين في الأسواق وبالحراك الشعبي، وبتشوف يعني أحوال هالناس وبتشوف أحوال الحراك الشعبي، هل تتوقع أن يتلقى المواطن الأردني في حال ثبوت ارتفاع الخبز يتلقاها بطريقة كما تلقى الارتفاعات السابقة؟ لا أعتقد. أم أن يكون هناك ارتدادات؟ لا أعتقد، ارتدادات ستكون خطيرة جدا وخطيرة على الوطن. أنا أخشى ما أخشى بأن تبدأ ثورة الجياع الحقيقية، أن يبدأ الربيع العربي الأردني الحقيقي. طب يا خالد، مو كمان في عندك أنت 3 مليون موجودين على الأرض الأردنية بأخذوا الخبز المدعوم وإحنا بنفس المواطن؟ من جابهم؟ من جابهم؟ من سمح لهم أن يدخلوا البلد بالطريقة هذه العشوائية هو يتحمل المسؤولية. بعدين حتى اللي دخلوا يا أستاذ طارق، إحنا ليش نكذب على بعضنا؟ يكفينا كذب. المواطن الأردني اليوم بطل، اليوم طفل صغير يقعد على نت 5 دقائق يعرف أخبار العالم بأسره مش أخبار الأردن. إحنا تلقينا بما فيه الكفاية من الدعم. وعبد الله نسور نفسه صرح قبل يومين يقول لك الخزينة فيها مليار دولار أو دينار أردني، إجينا مساعدات مربوطات بس بأعمال أو مشاريع لتنفيذ مشاريع. لتنفيذ مشاريع. طيب ما دام أنت استطعت إنك تجيب مليار دينار، قديش ميزانيتك الخبز ترفعها على المواطن الأردني؟ حط ضابط، يجب أن يكون لنا ضابط، يجب أن المواطن الأردني أن يحترم، احترموا عقل الأردني يا جماعة الخير. يكفيكم أنكم تلعبوا عقل الأردني بمشاعر المواطن الأردني، يكفي يعني لهالدرجة الاستهجان والاستهتار بالمواطن؟ أنت يعني كأنك يا أستاذ طارق كأنه الدكتور عبد الله نسور وحاشيته ومن حولهم بالدولة وحول الملك كأنهم هم يريدون الثورة الحقيقية على الملك ويريدون الثورة الحقيقية على 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 هذا البلد والوطن. طيب نقول لهم اتقوا الله. جميل. مهندس أيمن، طبعا أول شيء الله يمسيك بالخير، هاي أول مرة احنا نكون على لقاء على الهواء. المهندس أيمن من الناس الناشطين في المجال الاجتماعي والسياسي، بنلاحظ أنه هذا الهم الكبير موجود، ولكن في أحقية للحكومة في جزئية معينة، هي الحكومة أخذت الحجة بأن هناك على أرض الأردن عدد كبير. هل قدمت الأحزاب، وأنت منتمي إلى أحد الأحزاب، هل قدمت بدائل مثلا؟ سيدي ابتداء مساء الخير لك، الله يسعدك، مساء الخير لأخونا خالد، ومساء الخير للمشاهدين جميعا. أيضا لابد في هذا المقام أن أتقدم بالتهنئة للشعب الأردني جميعا بكل أطياف وبمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وكذلك نستغل هذه الأيام المباركة للدعاء للوطن، ولا ننسى الأقصى وسوريا ومصر والمحيط العربي كاملا. ما أردت أن أقول أخي طارق والحديث أيضا لأخي خالد،
هنا بداية أريد أن أستذكر فقط قصة حدثت معي قبل أقل من نصف ساعة تقريبا. التقيت بشخص اسمه أبو نورس. هذا الشخص تحدثت معه مداعبا إياه بأن الحكومة سوف ترفع الخبز، فكان جوابه الصريح والمباشر: حكومة بالعامية، حكومة مش مصلي على النبي. يعني سألت رأي المواطن، هذا المواطن أردني بسيط من عامة الشعب، قال لي حكومة مش مصلي على النبي، وأتم حديثه بعبارات يعرفها الجميع. قال لي أن الشعب الأردني أو المواطن الأردني هو مواطن كريم وشهم وصابر ويتحمل ومضياف، وعدد مناقب كثيرة للمواطن الأردني، لكنه في النهاية قال أنه مواطن لديه كرامة ومواطن صبر حدود ومواطن ثائر أيضا. وقال لي حرفيا أن ارتكاب الحكومة هذه الخطيئة سوف يؤجج الشارع الأردني، وسوف تكون هناك ثورات وحركات وربما رفض بشكل شعبي كبير. أما إذا أردت الحديث عن مبررات الحكومة في هذا الرفع، أولا أنا لا أبرر لهذه الحكومة، لأنها برئيسها وفريقها الوزاري هي حكومة غير مرضي عنها شعبية ابتداء. ثانيا، هذه الحكومة تذهب إلى الحل السريع، تذهب إلى الحل الأسهل والأسرع. طرحت الأحزاب وكثير من النشطاء والاقتصاديين بدائل لدعم إيرادات الدولة، وبالتالي البعد عن جيب المواطن، إلا أن هذه الحكومة هي حكومة للأسف برئيسها وفريقها الوزاري صماء، لا تسمع، لا تريد أن تسمع، هي فقط تنفذ سياسات البنك الدولي، الذي أيضا سمعت أنه لم يشترط أيضا على هذه الحكومة كيفية تدبير الأموال لسداد هذه القروض، ولكن الحكومة تستسهل هذا الأمر، وقد جربت ذلك مرارا وتكرارا بأن رفعت سلع كثيرة على المواطن. يعني بس أنا بديش مش بقصد المقاطعة، بس مهندس أيمن، بخصوص الخبز بالذات، فعليا إحنا في عنا 3 مليون مش أردنيين بيشتروا الخبز مدعوم بسعر تفضيلي، الدولة بتدفع فروقات عليه. هل هناك بديل لهذه المادة بالذات؟ هذه المادة حساسة جدا لدى المواطن الأردني. سيدي، أنا فقط أعرج على كلام الأخ خالد مرة أخرى. أولا، ابتداء قرار دخول هؤلاء اللاجئين وغير اللاجئين إلى هذه الدولة هي مسؤولية الحكومة التي دائما تتباهى وتتفاخر بأنها صاحبة الولاية العامة، وبالتالي هي مسؤولة عن قرارها ابتداء. أما فيما يخص هؤلاء الناس الذين دخلوا سواء بظروف قاهرة أو بظروف غير قاهرة، في ناس بيشتغلوا عنا، يعني في عنا الوافدين من مصر، من في عنا وافدين. فقط أريد أن أقول لك بأن رفع أسعار الخبز على شرائح معينة دون المواطن الأردني في إساءة للدولة الأردنية وفي إساءة للإنسانية. أي دولة في العالم ذات كيان ولها احترام ولها قدسية تؤمن احتياجات من كان على أرضها، حتى في التعليم وفي الصحة وفي غير ذلك، فما بالك في السلعة الأساسية قوت المواطن. طيب، خلينا نأخذ الاتصال بس من بعد إذنك ونستوقف عند هل يجوز أن يكون هناك مفارقة بين المواطن والمقيم. الدكتور عاطف الدباس من عمان، مساء الخير. ألو، يعطي العافية. الله يعافيك يا رب. وإحنا بالصف السادس قال لنا المدير الله يسهل عليه قال في بيت شعر بقول: مص قلبي وأنت مص رغيفي، إن قلبي كان على الرغيف رغيفي. أي واحد خليهم يتذكروا الثورة الفرنسية لما هاجمت الجماهير قصر الأليزيه مشان رغيف الخبز، ظلت عليهم الأميرة هاجمت شمالهم، قالوا هذول بدهم يأكلوا خبز، يأكلوا بسكوت. مظبوط، مظبوط. بعدين يتذكروا أنور السادات سنة 78 لما رفع الخبز، قامت عليه الديامة وسماها ثورة الحرامية. يعني أنا مش عارف، بتبجحوا بأنه في عنا ناس أجانب. طيب هو هذا العامل المصري قاعد بدفع كل يوم دينار بدل تصريح العمل، واللي بفوت على هالبلد قاعد بدفع بدل دخولية أشكال وألوان، وبسجع السياحة، بسجع السياحة العلاجية والسياحة الدينية والسياحة الاجتماعية أشكال وألوان. بعدين إذا حجتهم اللاجئين السوريين مهم، أكثر من نصهم موجودين بالزعتر، وانتم قاعدين بتوزعوا عليهم الخبز بالقطارة، وبعدين ماخذين عليهم. يعني أي واحد سوري بتشوفه بقول لك يا أخي ما انتوا شحطتوا علينا أشكال وألوان. مزبوط، مزبوط. وبعدين يعني حتى لو ما أخذناش
ثمن نقدي قاعدين بناخذ ثمن سياسي. فيستحي يعني انا اسف استاذي عبد الله نصور ودرسني بس يستحي على دمه ويتذكر انه يعني احنا هاي بنتحفظ عليها. له كل التقدير والاحترام. وبشكرك دكتور عاطف الدباس من عمان، بشكرك على المداخلة، ذكرنا بتاريخ بس هو يبدو انه نسي اهم تاريخ، ثورة نيسان. نيسان قامت عشان الخبز، على الخبز، على رفع قبل كانت حكومة زيد الرفاعي جد على ما اظن بتلك الفترة، وقامت من اجل الخبز وتم بفترتها يعني الاستجابة لمطالب الشارع وإقالة رئيس الوزراء لهذا الموضوع. يقوم بما قام به يعني هو خصم سياسي. موضوع الخبز أخي خالد، أنا أسألك باتجاه آخر، هناك طروحات موجودة وأنا أذكر حتى أنه في حزب أردن أقوى وهو حزب تحت التأسيس اللي إحنا بنتشرف أنه أنا شخصيا بتشرف أنه كوني عضو فيه اللي ومن أعضاء أيضا سعادة النائب الدكتور رولا لحوب، طرحنا بديل آخر أنه يا عمي بدل إذا أنت مشكلتك بس بالموجودين على أرض الوطن افرض عليهم ضريبة خاصة وخلي الخبز للكل بنفس السعر. لا يمكن ولا يعقل انه المواطن الاردني تقول له انت لك رغيف وربع في اليوم. انا بدي اسال خالد سؤال مباشر وانا بعرف خالد بصراحته. تفضل. اول شيء الله يخلي لك اولادك. الله يحفظك. هل ممكن ولد عندك من هالاولاد ياكل رغيف خبز باليوم؟ ما انا عندي محمد على الورق ياكل رغيفين ثلاثه. الله يخلي لك اياه. يعني هذا شيء طبيعي يعني خلينا نحكي بالمنطق. حتى من فضل الله حتى اللي خلفناهم بهذا الزمان حتى اذا قاعد على كل الاسم ما ينفخ بسم الله ما يسمي فلذلك ياكل ما يشبع والنديته ما يشبع. فكيف انت تطلب من مواطن يا اخوان احنا القضيه مش قضيه خبز. لا انا بدي احكي لك ليش سؤالي انه في بعض المسؤولين عندنا من جماعه التوست واللي بوكلوا واللي بوكلوا الستيك ما بيعرفوا انه في ناس الخبز عنده شيء اساسي. عدم مؤاخذه هذا يعرف انه ابن ذيبان ولا ابن معان ولا ابن الطفيله ولا ابن الرمسه ولا ابن اربد ولا ابن الشمال ممكن مرات يا اخوان في عائلات تعسرها حق كيلو خبز. مزبوط والله مزبوط يا اخوان. خلينا نسوي معادله احنا قلناها على الطاوله هاي اذا انك تتذكر يا استاذ طارق. قلت لك ما يقارب ثلثين الشعب عامل، مش كل ثلثه غني او ثلثين غني. مزبوط. ثلثين عامل يعني راتب دخل المواطن لا يتجاوز باعلى حده خلينا نقول 500 دينار. 500 دينار اليوم شو هو استاذ طارق؟ اليوم انا طالع انا وزوجتي مشان نشتري رواعي للعيد، يا ريت ما طلعت. انا انصدمت يا اخوان، ما رحت لا على عبدون ولا على الصوفية، رحت على الوحدات على الاسواق الشعبية. اقسم بالله واقسم بجلال الله ليسمعها عبد الله نسور، ليسمعها كل انسان ما عنده ضمير بهذا الوطن اللي الغى ايش اسمه وزارة التموين. الله لا يسامحه، الله يجعله يلقاها بماله باولاده. فستان للطفلة صغيرة عمرها سنتين لا يتجاوز قد الورقة هذه ب40 دينار و45 دينار بالوحدات الاحياء الشعبية. المواطن الاردني منين يروح يجيب؟ المواطن الاردني انت قاعد تلزه والله 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 انك يا عبد الله نسور قاعد تلز الناس على جهدها. انت قاعد كل ما احنا قاعد نهدي الحراك ونهدى شويه ونقول لعل انه يوم من الايام بلكي نجلس على طاوله حوار، بلكي نقدم رؤيه حلول انه خلي هالامور تهدى شويه، اللي يطلع لك بقرار منين يجيبه ما تعرف يأجج المحراك مع اللي مو حراك مع الشارع. يعني انت قاعد تلزنا على ثوره حقيقيه؟ اذا انت كنت يوم من الايام معارض وهالساعه صرت موالي وبلحظه ودك تقلب المعارضه موالاه والموالاه معارضه ودك تقلب الشارع تسويه كله معارض بطريقه معينه او بالاهداف بنفسك، يا اخي احكي لنا خلت تكون الصوره واضحه. احكي لنا. يعني في يوم من الايام كان انتقاداته لحكومه فايز الطراونه مع كل احترام وحفظ الالقاب برفع الاسعار انه لا يمكن ان اقدم على رفع الاسعار، وبنفس الوقت انا بقول انه الدكتور بطل الاسعار الدكتور عبد الله نصور اما لديه شيء مخفي في نفسه من وراء يعني هذه سلسلة الارتفاعات، يعني إما أنه لديه شيء فكر اقتصادي وإما أنه يستعد الشارع. السؤال السياسي للمهندس أيمن أيضا بهذا الخصوص، يعني إحنا لما نجد معدل السرقة ارتفع، معدل الفاحشة ارتفع، معدل الجوع ارتفع، ومعدل الفقر ارتفع، وبالمقابل الراتب ثابت، وبالمقابل ترتفع الأسعار. سياسيا نحن وأن تعلم بأن الحكومة غير ملزمة بالحفاظ على الأسعار ولكن ملزمة برفع الرواتب، فهل في أي معادلة في الأفق مثلا؟ سيدي أنا يعني تعقيبا أيضا على الكلام، يعني هذه الحكومة تظن أنها هي تحاول رفع الأسعار على شرائح غير المواطنين، ولكن هي نست أو تناست بأنها تحارب ثقافة استهلاكية موجودة لكافة الشعوب العربية ليس فقط للمواطن الأردني، وبالتالي هذا القرار سوف يكون له إرهاصات وله أثر اجتماعي وأمني. ويعني كما تفضلتم الخبز سلعة أساسية، هو قوت للمواطن. أنت ترفع أسعار المحروقات كما تشاء
ربما لا استخدم سيارتي، استخدم وسيله المواصلات العامه، انت ترفع اسعار الكهرباء، استطيع ان اجلس على شمعه. اما ان تحاربني بلقمتي بلقمه العيش وبقوت المواطن، وفي يعني المواطن الاردني في معظمه انسان بسيط يعتمد بالاساس في وجبته التي يتناولها على رغيف الخبز. مزبوط. انا وانت كثير من اغلب المواطنين اصلا في غالبيه المواطن في هذا الشيء. اما تذكرني فقط بالسؤال مرة أخرى أخي طارق. لا، في كمان جزئية ثانية والله، يعني طلع علينا الناطق باسم الحكومة قال ما في ارتفاع للخبز، على الرغم أنه بعديها الدكتور عبد الله نصور في الرمفة أعلن أنه لا في ارتفاع للخبز، وحكى الآلية. سيدي، يعني الآلية اللي احنا قاعدين بنحكيها الآن للمشاهدين على الهواء احنا سمعناها من الحكومة مش من ناس من برا. سيدي، نحن تعودنا على الناطق الرسمي يعني لا لا، يعني ممكن أنه تكون هاي بالون اختبار للشارع مثلا. هم بالعادة يضعون كهكذا بالونات اختبار ويرموا بها إلى المواطن لقياس مدى استجابة المواطن لهذا البالون، لكن أنا أرى أن هناك جدية في رفع أو في تحرير أسعار الخبز ودعم المواطن دون الشرائح الأخرى. تعودنا على الناطق الرسمي باسم الحكومة بكل المناسبات بأن يقوم بالنفي والنفي ثم بعد ذلك يثبت القرار. أنا تحليل الشخصي أن هناك خطوة قادمة لتحرير الأسعار ودعم فقط المواطن الأردني دون باقي الشرائح، لكن هذا الدعم من وجهة نظر الحكومة، لكن هذا الدعم من وجهة نظر كثير من الناس هو غير كافي. كما تفضلت، رغيف خبز للمواطن في اليوم لا يكفي. إذا أردت أن تعمل، خلينا نقول إحنا يعني متعودين على الكرم، إذا أردت أن تعمل عزومة عندك في بيتك، ابن أخوك، جيرانك أجوا عندك، من وين تجيب لهم خبز؟ يعني جيبوا دعمهم معهم، جيبوا البطاقة. أنا عازمك، عازمك خبزك معك. لا يعقل. ولهذا القرار أثر سوف يكون أثر اجتماعي وأمني أيضا. هذا القرار ليس سهل، ويجب على حكومة الولاية العامة أن تستشير كثير من الخبراء في الشأن الأمني والشأن الاجتماعي قبل الشأن الاقتصادي، حتى لا تقدم على هكذا خطوة قد تكون هي يعني الشعرة التي تقسم ظهر البعير، وسوف ترحل الحكومة بسبب طبعا ذلك، لأن الشعب الأردني لا يرضى. بنضم صوتنا لصوتك معي، بس خلينا ناخذ الاتصال وبرجع لك. الأستاذ محمد غانم من عمان، مساء الخير. أستاذ محمد غانم من عمان، مساء الخير. أستاذ محمد، أنت على الهواء. يبدو أننا فقدنا الاتصال، يا ريت تكرر. اسمح لي بس أستاذ طارق بجزئية بسيطة تعقيبا على كلام الأستاذ مهندس أخوي. أنا أخشى بشيء ثاني، أخشى أن يكون الدكتور عبد الله نصور ثقافته أعلى من ثقافتي ثقافتك. زدت فرقعة الخبز مشان يمرر الكهرباء. لا، هي الكهرباء مرت. لا حتى لو مرت، لا هو ما زال ولا يزال يلاقي صدى رفع كلمة الكهرباء، يعني المواطن مش متقبلها. فالرجل خوفا أنه تصير ثورة أعلى، فقال لك نطلع بموضوع الخبز. تصير مساواة مع الخبز، ممكن يعني. انه يا مواطن انا تكرم مشان يا عم الخبز، مشان انا بدي احاول اغطي جزء من نقص الدولة، مع ان نقص الدولة انا ما تسببته كمواطن اردني. انا من خلقت واقولها 100 مرة اقولها حتى امام اعلى سلطات بالدولة، احنا شعب دافع ضرائب، احنا شعب ما سرقنا ونهبنا، اللي سرق ونهبوا مبينين يرجعوا ينفضوا جنحانهم شوية على اللي سرق ونهبوا. يا اخوان، حتى الربيع العربي الاردني الفهم غلط. استاذ طارق، حتى تحليل الربيع الاردني فهموه الناس غلط وهاجمونا احنا كحراك. يا اخوان، الربيع العربي احنا للاسف، عيب اني احكيها على هاي قناه، اتهمونا بموالاه واتهمونا انه في قسم المجتمع طوليا. قسم المجتمع يا اخوان، احنا اذا جينا للصح، خلينا نتجاوز شويه الامور، موالاه او معارضه، احنا مجمعين بربيعنا العربي على شخص الملك حطه هناك. لكن ما دون الملك يجب ان يحاسب. جميل، يعني هذا والله حديث رائع، ونتمنى انه كل الحراك يكون كله. لا استاذ طارق، انا متاكد انه الناس عندها وعي، انه نظرا للثورات اللي حوالينا اللي ارتدتها موجوده. اسمح لي اني اوجه رساله. خليني اخذ الاتصال وارجع لك. استاذ سالم ابو رمان من السلط، مساء الخير. هلا. استاذ سالم ابو رمان، انت على الهواء، مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير اخ طارق. الله يحييك يا رب، مساء الانوار. كيف الحال يا أخي؟ الله يخليك يا رب. أولا بهنيك بسلامة دولة أبو الحسن أستاذ علي أبو الراغب. الله يخليك يا رب. وثانيا، قديما يا ريت تسمعني من التليفون ترى أستاذ سالم. الأخوان المتواجدين جنبك. ايوه،
وأن أذكر قديما كانوا يقولون لصاحب الحلال إذا بدأ فيه الموت يقولوا بيع منه أحيى رقاب البقية. بقى احنا فتحنا عيوننا وإن مديونين ب 28 مليار وإحنا لا بعنا ولا اشترينا ولا معانا خبر. وأنا ومن خلال موقعي الاجتماعي أرجو أن أعلن للإخوان الكرام أن ما يدور في خلد الدولة المحترمة برئاسة أبو زهير المحترم هو ضد النظام في الأردن. كل ما تصنع هذه الحكومة وما تقدمه من تصريحات ومن زيادات ومن مفاجآت هو ضد النظام الأردني اللي احنا منقول لو كان لنا دعاء مستجاما لدخرناه للنظام وأهله. جميل، أنا بشكرك أستاذ سالم، يعني لخصت علينا كثير من الحديث. أنا بشكرك على الاتصال بس ما سمعت أنت قلت لي سلامة حسن أو ما يعني، فأعذرنا لأنه الصوت كان مش واضح عندي. فشكرا لك وشكرا على المداخلة اللي لخصت كثير. كان عندك رسالة، خليني أخذه بس سيد أيمن وبرجع لك. سيد أيمن عندك ما تقوله؟ فقط عندي ما أضيف في هل الدولة تستعدي النظام فعلا؟ الحكومة تستعدي النظام؟ يعني أنت سمعت رأي المواطن وبالتأكيد الدولة الحكومة بهذه القرارات هي تستعدي الدولة كدولة وتستعدي النظام ممثل برأس الهرم. بس ما احنا المتضررين، الشعب. انا اقول لك الشعب عندما يتضرر سوف يكون له ردة فعل، وهذه ردة الفعل سوف تكون بالتأكيد سوف تسمع سقوف اعلى من السقوف. طب الله، انا بس بدي اعطيك تجربة صغيرة. في بريطانيا في وقت من الاوقات وانا متابع لهذا الموضوع، عندما جاءت تاتشر كرئيس وزراء واجهت العصيان المدني والمطالبات الإصلاحية برفع اسعار واجراءات استثنائية، كان لديها فكرا فرضته ما بعد تطبيقه كان النظام البريطاني يتعافى ويتقدم إلى الأمام، ولذلك سميت بالمرأة الحديدية وغيرها من الألقاب اللي أخذتها. هل ممكن يكون الدكتور عبدالله نصور يقصد ذلك؟ أنا بكل أمان الآن، خلينا نكون أنا على الأقل أنا أكون حياد سيدي. لا أظن أن دولة عبدالله نصور سوف يكون الرجل الحديدي، لا أظن ذلك. ابتداء، هل لدى المواطن العادي ومواطن الشارع ثقة بقرارات الحكومة؟ هل هنالك شفافية فيما يتم خلف الكواليس؟ هاي الحكومة غير شفافية. هل هناك أرقام معلنة ما يدخل من إيرادات إلى خزينة الدولة وما يتم الإنفاق؟ ما زال بعض المسؤولين في الدولة والوزراء يتقاضون مبالغ خارج سلم الرواتب وخارج الامتيازات المعلنة بمغلفات من جهات مختلفة. هذه الأموال التي تصرف بغير حسيب، إلى متى يبقى هذا الوضع؟ وهل سوف يكون لدى المواطن الأردني الصبر لتحمل هكذا قرارات؟ أما إذا أردت أن تقارننا في الدولة العظمى بريطانيا فلتقارننا بأشياء أخرى. أين الديمقراطية والحريات الموجودة في بريطانيا؟ هل هي موجودة في الأردن؟ هذيك في الحقبة، يعني حقبة قديمة جدا. إذا أردت أن تقارن عليك أن تقارن بكل شيء بصورة شاملة، أما أن تقارن بجزئيات لا. هي أنا قارنت في الحالة أنه مارغريت تاتشر مثلا هاجمت المطالبات بعكسها ونجحت سيدي. هل والدكتور عبد الله نصور الآن أنا بلاحظه بخالب كل الشارع سيدي. وكل مجلس النواب بعكس الاتجاه. أسألك سؤال واحد فقط. أنت مواطن ونحن جميعا مواطن والمواطن اللي يستمع لنا على خلف الشاشات، فقط سؤال واحد: ماذا قدمت هذه الحكومة للمواطن الأردني؟ وماذا قدمت فيما يخص ملفات الفساد؟ لا شيء. وماذا قدمت فيما يخص الشفافية وإعلان الأرقام؟ لم تقدم أي شيء. أسعار المحروقات يتم رفعها وتخفيض الأرقام بدون علم أي مواطن، فقط اليوم نرفع 3% غدا نخفض 2%. لا، والسعر مرة بيختلف عن السعر فقط. بس احتجوا هنا، حطوا حجة أنه احنا بنشتري بعقود آجلة وغيرها. ليس هنالك ثقة بهذه الحكومة. طيب. شعبيا هذه الحكومة شعبيا ساقطة، وإن كان مجلس النواب حكومة غير شعبية، حكومة ساقطة شعبيا، وإن كان مجلس النواب النجاح، وإن كان مجلس النواب ما زال هو الرافع لهذه الحكومة إلا أنها ساقطة شعبيا. نحن في مجالسنا المغلقة والضيقة
في اخوان. بس انت ما بتنكر انه هذا المجلس افضل من اللي قبله وهو الذي افرز هذه الحكومه. هذا المجلس أسوأ من الذي قبله. أسوأ من قبله. نعم. هذا المجلس أسوأ من نعم. قبله بكل الحيثيات. لانه يحكي لك بالواجه شيء. لا بس في يعني سيدي في اشارات. كيف تبرر لهذا المجلس غياب 70 عضو من اعضاء هذا المجلس في قرارات مفصليه؟ هذا المجلس هو اضعف بكثير من المجالس السابقه ويجب عليه ويجب على صاحب القرار ان يحل ونطلب من جلاله الملك حل هذا المجلس لانه مجلس لا يمثل الشعب وليس هناك رضا شعبي عن هذا المجلس اطلاقا يعني أنا ولا حتى النخب السياسيه راضيه. هنا المشكله انه انا ما يعني انت بتوجهك وانت حزبي دعم. تقول حل المجلس وليس حل الحكومه. لا حل المجلس ابتداء. كل هذه الويلات التي اتت على الى الشعب الاردني هي بسبب مجلس النواب. حزبكم فيه له نواب في لدينا المجلس. لدينا ممثل او ممثلين فقط كحزبيين في حزب الجبهة الأردنية الموحدة، ولا أريد هنا أن أثني عليهم، لكن مواقفهم كانت يعني إلى حد ما هي مواقف شعبية تتماهى مع الشأن يعني الشعبي. سيد أمجد المجالي هو ضد رفع الأسعار بكل تأكيد، ولكن يعني إذا هذا المجلس فيه شيء جديد يعني حتى ما نفقد سيدي نسبة النواب المحترمين عفوا بين مزدوجين كلهم معترمين. لا أنا أقصد المحترمين بالمفهوم الشعبي بين مزدوجين الشعبيين يعني الشعبيين ده. الذين يتواصلون مع هموم المواطن نسبة ضعيفة هم لا يكاد يكون 5 أو 6% يعني. طيب السيد محمد الربابة عن الزرقاء. مرحبا أستاذ طارق. حي الله. شكرا لك على هالبرنامج المنيح اللي بعالج بعض هموم المواطنين. الله يخليك يا رب. سيدي موضوع رفع أسعار الخبز ليس مقتصر على مشان موضوع المغتربين. كيف المغتربين للعلم يعني مش بس على موضوع المغتربين واللي في عنا مليونين واثنين وثلاثة مغترب هلا بياخذ الشعر المدعوم خلينا نحكي. طيب شو الموضوع انت من وجهة نظرك؟ الموضوع سيدي هلا الخبز اللي بناكله احنا بناكله من الحلال. الطحين عمال الخبز بيطعموه للحلال للمواشي. الطحين للاسف العمال بروح على مصانع اعلاف وبيستخدموه للاعلاف. اللي احنا بناكل منه احنا البني ادمين احنا مش احنا غدرة في الاسعار. احنا مش بنعرف الاسعار، انما المفروض في طريقه لضبط هذا الموضوع. هذا اللي انا بحكي فيه، عتبنا الكبير على مجلس النواب، مجلس النواب لما كان ينذكر شيء اسمه رفع الدعم على الخبز او رفع اسعار الخبز. ايش النواب اللي كانوا يقدموا للحكومه يقول لا يا حكومه لا ترفعوا اسعار، احنا عندنا بدائل عندنا حلول، بدنا نعمل عمليه ضبط للقمح او للطحين او الى اخره. الان الطحين عماله اللي انا شوف عيني الطحين عماله بتقدم للحلال بياخذ الحلال. هذا حرام. هذا حرام شرعا. بغض النظر مش موضوع رفع اسعار احنا، المفروض مجلس النواب يكون في عنده بدائل، مش مجلس النواب عمال بيشارك بولاء معاذ. طيب شو بتقترح يا استاذ محمد؟ يعني والله انك طرحت باب احنا ما بنعرفوش، بقول لك الخبز هذا المدعوم في ناس بياخذوا بتعمير الحلال. هذا المنطق وهذا اللي صاير عندنا للاسف. طيب شو في عندك اقتراح استاذ محمد؟ انا عندي اقتراح كالتالي مش انا مش مشرع. طب بالزرقاء استاذ محمد الربابعه إذا أنك سامعني بالزرقاء أنا سامعك أنت تعي وتعلم هذه المدينة فيها خليط هي الأردن بمدينة كيف راح يستقبلوا رفع الخبز؟ سيدي موضوعنا زي ما حكيت لك اختارك مش موضوع رفع الخبز مش الموضوع أنه زيادة الأسعار ولا الحكومة الهدف أنه مشان يرفع السعر يميزه هذا أردني هذا مغترب موضوع غير هيك للأسف المغترب عماله بياخذ السعر حتى في مخيماتنا ضيوفنا اللاجئين بياخذ السعر ليس السعر اللي بياخذه الأردني ولا نفس الطحين ولا بنفس الكلفة. الموضوع أكبر من هيك. موضوع الآن زي ما حكيت لك في بعض الأجهزة بالدولة مقصرة نوعا ما مش الكل أنا بحكي بحكي البعض وبالذات مجلس النواب الموقر. إيش اللي هلا مجلس النواب عماله بس داير على يعين واحد من البلدية واحد من وزارة مش عارف إيش وحارس المدرسة الفلانية هاي همنا. إيش الحلول البدائل حطوا لنا إياها؟ والله أنا بالنسبة لي أنا بشكرك أستاذ محمد أنا بشكرك وأنت فتحت جميل أستاذ محمد أنا بشكرك فتحت لنا باب الصراحة إضاءة مهمة اللي هي إنه مرات هذا الخبز بيروح للحلال وهذا سبب إنه الكميات اللي بتدخل على الأردن مدعومة صارت تتضاعف وهي نقطة مهمة وهي سببها تقصير بعض الأجهزة اللي ما بتتابع هاي الأمور. أنا بشكرك على هذا التوضيح وأيضا توضيح في محله حتى نكون منصفين للحكومة. أستاذ خالد القطامي أنت من الشارع الأردني ومن الناس اللي بتحركوا في هذا الشارع ويعني كلنا وكثير من الإخوة الكرام يخرجون إلى الشارع مطالبين بتصحيح النهج وليس الأشخاص. هناك نهج سياسي موجود يبدو أنه لا يرى المواطن اللي راتبه أقل من 400 ليرة مش شايفينه يعني باعتقادهم أنه مش موجود.
أنا بكل أمانة من يومين كنت في مدينة في مخيم البقعة، وقبلها في اليوم في ماحص، وقبلها في مخيم الحسين. في مواطنين إحنا ما بنعرف عنهم، هذول خرجوا من يعني وكأنهم خارجين من نطاق المواطنة. هذا سببه من وجهة نظرك ووجهة نظر الحراكيين، هل النظام كمنظومة أم أشخاص هم أسوار يفصلون بين الحاكم والمحكوم؟ لا يا سيدي، اليوم إذا بدنا نشوف، إذا بدنا نجزئ الأمور ونقول والله المحاكم والمحكوم، الحاكم ما يعرف، اليوم ما في حد ما يعرف، نضحك على نفسنا إذا يقول ما يعرف. ليش يعني؟ وين 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 وسائل إعلامه؟ وين مستشارينه؟ وين اللي معقول ما في واحد عنده تقوى الله؟ هيك شايف انت رجعت لنفس السلافة، وسائل إعلامه، بلكي وسائل إعلامه ومستشارينه ما بوصلوا له. على رأسي انت يا أستاذ طارق، انت بمؤسسة صغيرة شفت انه اللي حواليك كل شيء يقول لك يا بخير، ما تطلع تحسس انت المواطنين؟ طلع يا رجل الملك، جلالة الملك قام بجولات ميدانية. نعم نعم بالبداية، وحتى في المجلس لما كان يتخفى يا أستاذ طارق. بدي أعطيك معلومة صغيرة، أنا هنا مش للدفاع عن أي شخص، عمل جولات رمضانية جلالة الملك مع النواب عشان يعرف مشاكل مدنهم وقراهم، تفاجأ بأنه هذه الجلسات تدور بس حول الشكوى ومطالب شخصية فضل. وصل به الحد بأنه يعني وقيل بأنه قطعت هذه الجولة الكاملة التي رتبها الديوان مع كل النواب، لأنه الجلسات مكررة. يعني أنا جاي أقعد مع النائب عشان أسمع مشكلة الصوت مثلا، أنا من الصوت صرت أسمع أنا والله بدي أعين ابني وأحط بنت أخوي. يا أستاذ طارق، الحاكم العادل الصحيح لا يسمع من اللي حواليه، أقسم بالله يا رجل. كل واحد يصل لمنصب معين بهذا البلد بالذات، هاي البلد تعرف شو مشكلتها؟ أنا أحكيها ورزقي على الله، هذا البلد يا أخوان تفوت على أي مسؤول تلاقيه معلق قارمة قد الحيطة هاي اللي ورانا بالنماء والولاء، والله ما عندنا ماء ولاء إلا لنفسه ولأهله مش للوطن. وإذا وصل للملك أو وصل لأي مسؤول أعلى منه، أهم شيء بده يستأثر بهذا المسؤول، بده يعاور يحتضنه اللي هو إله. يا جماعة يجب أن نتحسس مهام الناس. أنا يعني أنا اليوم على الفطور والدتي مرة كبيرة تقول لي يما اليوم والله بكيت، أقول لك شو يما اللي بكاك؟ تقول لي يما على التلفزيون في واحد عبادي مع حفظ الألقاب والعشائرية يسوي جولة مع محطة فضائية أو محطة أردنية، يلف على بيوت الناس اللي معدمة، تقول لي فات على بيت معدم تكفلوا منه يعمل غرفة زيادة. يا رجل يعني حتى احنا شوف، خلينا نكون صريحين، مع الملك او مع المسؤولين الكبار، هذا يعفي امام الله؟ هل يعفي امام الله؟ عمر بن الخطاب طيب قال كلمه واقام عليها العدل، قال والله لو بغله تعثرت باقصى الكوفه لسألت عنها لما لم تمهد لها الطريقه. يا عمر احنا ما نقول لك يا عم مهد الطريق، هنقول لك يا عمي انسى الحاشيه اللي حواليك. يا رجل لما استلم الملك بالبدايات استلامه، احنا كنا شباب زيه بسنه، لما كان يروح على مستشفى البشير متخفي، لما يروح على المؤسسات الامور الثانيه متخفي، كانت الناس ترتعب تخاف في مسؤول جاي، ولا زال الى الان يقوم بهذا الدور. يا عم الملك اللي حواليه، التيار اللي حواليه اكبر من تياره. بس ايوه خلينا اوضح لك، هناك قوى شد عكسي هائله موجودة في هذه المنظومة. لذلك أنا عبر وسائل الإعلام، أنا 62 لقاء تلفزيوني، إذا ترجعوا للوسائل الإعلام كاملة كل اللي طالبته، أنت كنت معي، كنت أطالب أقول يجب على جلالة الملك أن يعمل انقلابا أبيض، يجب أن ينقلب على كل من كان حوله من المضللين، وهم معروفين بالاسم. يا رجل يجب أن، يا جماعة الخير، اليوم ما ظل مواطن غشيم، ما ظل مواطن يخاف. اليوم كنا أول نخاف، كنا مرعوبين، اليوم بطل في اليوم بالربيع العربي بالامور اللي صارت الناس وعيت يا استاذ طارق، بطل الانسان يخاف حتى لا من حاكم ولا من محكوم ولا من اي انسان يخاف. اذا انسان غلط يقول له انت غلط، وقف يا عمي، ما بصير تكمل الطريق هذا، انا مشي معك، مشي هون في خلل، عاجي ما عاجي يقول له وقف، مش قاعد تعاجي مزاح. طيب جميل كلامك، دائما يا خالد مباشر، والله يجب ان يكون مباشر يا اخوان. احنا استاذ طارق شوف، نظلنا نداري بالامور، وصلنا لقاع البير، خلنا نحكي شويه، نرجع للعاميه ولا لغه ابوي وابوك. سوات اللي حط ولفه بقاع البير، قال له حياه حبايب مطيح، وصلنا لقاع البير وبعد ما نقول احنا ما نزلنا، احنا وصلنا باسفل البير من تحت يا استاذ طارق. يجب ان ننقذ بلدنا يا اخوان، وطننا، هذا مواطننا، هذا مواطن، وين يروح؟
يا اخوان احنا استعدينا كل الدول اللي حوالينا، حتى لو صار شيء عندنا ما حد يستقبلنا يا طارق. اه والله مظبوط، هاي الشغله فيها فيها وجهه نظر. انا صادقين يعني يجب ان نحافظ على بلدنا ان شاء الله يا رب. الله يحفظ هذا البلد امنا مستقرا ارضا وشعبا وقياده. يعني يا استاذ طارق يجب ان خلاص يجب، انت قلتها مره بجلسه، قلت يجب على الصف الاول ان ينزاح وأن يعود. تفضل. طيب أنا بس قبل ما أنتقل في الحديث للأستاذ المهندس أيمن، بذكر أنه في عنا جزء ثاني مختص في قضية مطلبية للعاملين في البريد الأردني، وأقول تعقيبا على حديث أخي وصديقي الأستاذ خالد، اللهم احفظ هذا البلد آمنا مستقرا أرضا وشعبا وقيادة، ونتمنى لهم الصواب وأن ييسر لهم البطانة الصالحة، ونتمنى أن تكون هذه البطانة نافعة وصالحة لتسيير أمور البلاد. أستاذ أيمن أيضا، يعني أنت شايف الغليان الموجود، جزء الناس أنا بتخيل المسؤولين ما بيشوف الناس بوضع الطبيعي. الناس اليوم أنت بدك تتجاوز عنهم بالسيارة بقول لك الدولة ومش الدولة، بيوقف على طابور القطايف، إذا واحد بيجي قدامه مو الحق مش عليك، الحق على الدولة، ولا في حالة يعني ثورية لدى الناس موجودة أصلا. سيدي مرة أخرى، المواطن الأردني فيه كثير من الصفات الحميدة، ولكنه بنفس الوقت هو يعني بالعموم هو شعب ثائر، تعود على أن يسمع صرخات الثورة في فلسطين وفي غير فلسطين. وبالتالي على هذه الحكومة صاحبة الولاية العامة، الحكومة الصماء التي لا تسمع، عليها ألا تتبجح دائما بالولاية العامة وألا تستمع للمستشارين والأجهزة الأمنية التي قد تزدي نصيحة ثمينة لهذه الحكومة. هل تريد أن تكون صاحب ولاية عامة فقط ألا تستمع إلى جهاز المخابرات على سبيل المثال؟ أنا أريد أن أقول لدولة عبد الله نسور، عليك أن تستمع لجميع أجهزة الدولة، وهذا لا يعيبك ولا يعيب الولاية العامة على الإطلاق. جهاز كجهاز المخابرات العامة لديه الكثير من الضباط، لديهم كفاءات وخبرات تراكمية ومتخصصين في الشؤون الأمنية والاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية، عليك أن تستمع لهم. قبل أيام كنا في جلسات حوارية في منزل صديقنا وأخونا الدكتور محمد أبو بكر، موجه له تحية طبعا على الله يعطيه، ونشكره دائما على الاستضافة. كنا نتحدث عن أن هذه الحكومة ربما أنها تريد استغلال كبوة الحراك وكبوة الاتجاه الإسلامي لتمرير مزيد من هذه القرارات، لكن أريد أن أقول لدولته أيضا مرة أخرى، لا تستعدي الشعب ولا تستعدي حتى الملك بهذه القرارات الغير مدروسة. الحراك سوف يقوم بتنظيم نفسه، والاتجاه الإسلامي سوف يلتحم أيضا بهذا الحراك، وسوف يجد حاضنة شعبية يستطيع من خلالها مواجهة هذه القرارات، وبالتالي قد يحدث ما لا يحمد عقباه. سوف يكون هنالك رفض بمستوى شعبي كبير إذا تجاوزت هذه الحكومة رأي المواطن العادي وذهبت إلى قرار رفع أسعار الخبز. يعني عندك وجهة نظر مثلاً أن الأحداث المصرية أضعفت؟ نعم. يعني أضعفت هكذا يظن، يعني هم من هذا المنظور. نعم. يستغلوا نعم. الإخوان طبعاً، الحراك الأردني مش كله إخوان. نعم أريد، هم جزء لا يتجزأ ونحترمه ونقدره طبعاً، ولكن مش كله إخوان. أريد أن أخذ من كلام هذه بعدين بالله يجوع بده يفرق هذا إخوان وهذا يساري. نعم. يعني شو العقلية؟ أريد أن أوضح فقط من عبارات هذه الحكومة، دائما يخرج علينا بقول أن الشعب الأردني غير عن الشعوب العربية. عندما تتحدث عن الربيع العربي يواجهك دائما بهذه العبارة، أن الشعب الأردني يختلف وله خصوصية. يا أخي بما أنك تقول هكذا بأن الشعب الأردني لديه خصوصية، احترم خصوصية، ولكنه لن يقبل الظلم أبدا، ولن يقبل أن تداس كرامته، ولا يقبل الجوع أيضا بسبب قرارات جائرة غير مدروسة. فيعني نحن من هذا المنبر نوجه نصيحة لدولة عبد الله نسور أن يتأنى في هذا القرار ولا يقدم عليه. وبالمناسبة إذا تسمح لي فقط، أنا عليك استشارة الخبراء الاقتصاديين على الأقل الموجودين عندك في رئاسة الوزراء اللي بتعطيهم رواتب ومكافآت حسابي أنا وخالد وطارق. شو مش مستشيرهم يعني؟ على الأقل استشيرهم. لا يبدو أن الرجل هذا ماخذ الأمور هو. هو يظن نفسه أنه قادر على أن يصنع جميع الحلول. هو بطل الارتفاع الأسعار. ليس رجلا حديديا، أنا أقول له من هذا المنبر، أنت لست رجلا حديديا وليس لديك حلول سحرية ولا تذهب إلى جيب المواطن. استشير فقط من هم حولك في رئاسة الوزراء، تدفع لهم رواتب على الأقل، خليهم يحللوا رواتبهم يا أخي، اسمع لهم. بس تعقيبا على هذا الكلام، قرارات الرفع بالعموم سواء رفع السلع الأساسية والخبز أو المحروقات أو
أي قرارات كانت فيما يخص رفع الأسعار. الخبراء الاقتصاديين يقولوا أن الرفع سوف يؤدي إلى تقليل الاستهلاك وأيضا تقليل الإنتاج مما يضعف إيرادات الدولة. يعني أنت إذا اتبعت سياسة الرفع فقط أنت قد تجني بعض الأموال في البداية، ولكن هذا سوف يكون له أثر بعيد على تقليل الإنتاجية وتقليل الاستهلاك وبالتالي خفض إيرادات الدولة. أيضا في بعض الاقتصاديين ينظر إلى هذا الأمر من منظور آخر، أنت عندما ترفع الأسعار فإن ذلك يقلل التنافسية الصناعية والتجارية والسياحية، وبالتالي هذا سوف يكون له تأثير مباشر على ميزان مدفوعات الدولة مما يؤثر أيضا على العملة. يعني أنت دائما تقول أن العملة في خطر فلا تقدم على هكذا أسعار وتأنى واستشر على الأقل الأشخاص الذين عينتهم بطرق أو بأخرى حواليك في رأس. يعني أنا اليوم والله أنت ذكرتني صحيح بخصوص موضوع رفع الأسعار وأنه دائما نلجأ لجيب المواطن. اليوم شفت تقرير منشور على إحدى المواقع الإلكترونية وأظنه جراسة نيوز بيحكي عن تعيينات المندوبين اللي لمؤسسة الضمان في شركات الضمان. في شركات الضمان. نعم. نعم. تفاجأت بالأسماء، أنا بديش أذكرها على الهواء حتى الناس ما تزعل منا. لا بأس. ولكن لا شيء غريب جدا، يعني اللي ما أخذ له ثلاث رواتب بكفي، مش ضروري الراتب. مش يعني خلينا نوفر. ففي طرق لدولة أبو زهير، في طرق كثير، في طرق كثير قبل المواطن، إلا أن الطريق الأقصر هي المواطن. أخي خالد إحنا يعني ها شارفنا على الانتهاء. زين. إلك. أستاذ طارق أنا بس سؤال واحد أوجه لدولة أبو زهير. من استلمت رئاسة الحكومة، هي حكومتين شكلتين إلى الآن، بكل الرفع اللي أنت رفعته، هل المديونية نقصت أم زادت؟ لا زادت، لأنه أصلاً الضرائب. إذن المعادلة غلط، إذن أنت غلط، أنت لجأت لجبت المواطن. بس هو بيحكي أنه أنا بشتغل على مشروع طويل الأمد، طويل الأمد. طويل الأمد، المواطن ما ظل معه نفس يا جماعة. المواطن عدمتوه، مشكلة طويل الأمد والناس ما يا عمي المواطن ما ظل معه. يا أستاذ طارق أصبحنا اليوم اسمع رجعنا لزمن العبودية، 5% يملكون إيرادات البلد كاملة و95% رجعنا عبيد سادة وعبيد. إذا رجعنا سادة وعبيد خلنا نحرر نفسنا. إذا الموضوع موضوع سادة وعبيد ابشروا يأخذوا النخوة من الأردنيين، وأنا واثق الأردنيين رجال يقدروا يحرروا أنفسهم من العقبة إلى غمتة. ولكن إنك تستعد الشعب بالطريقة هذه، لو إنه كل الرفع رفعته نزلت من ميزانية من المديونية، والله غير نقول لك والله الرجل عنده رؤية سياسية وعنده رؤية اقتصادية الله يخلف عليه، لكن أنا شايف إنه أنت قاعد ترفع المواطن والمديونية تزيد. تقول أنا بدي أحد من الوظائف وقاعد توظف ناس في تعيينات معينة، تقول أنا بدي أسوي بدي أحارب الفساد من جهة وقاعد تفتح اشتغالات فساد من جهة ثانية. شو اللي يصير؟ في انت انا حاكيه وانا كحراكي، انت تلز الشعب على جهده، انت بدك تلز على الطور مش هيطلع يثور. اذا ودك تسوي زي السيسي بمصر تسوي انقلاب، لا مش ودك، نفرض عشان الشعب يطلع على الشارع. والله احنا شعب يحترم نفسه بالبدايه، وشعب يخاف على وطنه وعلى مقدرات وطنه انها ما تضيع، لانه هذا تعب 90 عام وتعب 100 سنه الاردنيين بنوه بجهد ومعركهم وقدموا ضحايا وشهداء على أثر هذا الوطن من أجل أن يخرج الأردن بهذه الصورة. إذا أنت جاي تخرب ليلة يوم، لا والله يا عم الله يخلف عليك، لهو نوقف مع السلامة. في أردني الأردنيات جابن أنجبن أنجبن شرفاء، أنجبن دكاترة، أنجبن علماء، أنجبن اقتصاديين، أنجبن قادة يقودون المجتمع الحقيقي، ما أنجبن بس أنت جاي تضرب على السلامة. جميل. أنا بشكرك أخي خالد، إحنا شرفنا أيضاً على الانتهاء. بس كلمة قبل الانتهاء لك الحديث. تفضل. يعني أيضاً مرة أخرى لا أملك إلا أن أوصف هذه الحكومة بأنها حكومة صماء لا تسمع. نعم. وبالمناسبة هي حكومة فساد أيضاً، وإن ادعت أنها حكومة النزاهة. نعم فساد. وهنالك كما أشرت أخي طارق تعيينات تمت في مجالس الشركات التابعة للضمان. أنا اليوم والله قرأت الخبر صعقت. جميع الذين تم تعيينهم بالاستثناء إما وزير سابق أو صاحب منصب سابق أو صهر يعني وراثي. على الأقل إذا كان هو حازم طبيشات، أنا للأسف لازم أذكر، أنا تعودت أن أذكر بالمسميات وأنا مسؤول عن كلامي، إذا كان حازم طبيشات هو نفسه المهندس حازم طبيشات الذي أعرفه، فهو زوج ابنة عاطف الطراونة أيضا عراب هذه الحكومة والذي أتى بهذه الحكومة أصلا. هذا أولا. طيب أنا أخ أحمد طبيشات. نعم. ثانيا اليوم تفاجأت أيضا بأن التعيينات في الوظائف القيادية حسب النظام الذي أقرته الحكومة وأقره مجلس الوزراء، هذا التنافسية لا أعلنوها ولا شفناها، لا يوجد أي مؤشرات ولا يوجد أي أسس لهذه التعيينات،
وتفاجأت بأن أحد الذين تم تعيينهم هو زوج هو أخو زوجة دولة عبد الله نسور، أخو زوجته صهره يعني. فهذه حكومة فساد وإن ادعت النزاهة. يعني شوف أنا هبت تتحفظ عليها كمقدم برنامج، هي حكومة تحاول وتظهر بالثوب الأبيض وتقول دائما ودائما دائما تقول بذلك، ولكن في شغلة صغيرة أنت كحزبي أنا بدي أحكي لك على شغلة. دكتور عبد الله نسور لما كلف بهذه الحكومة أيضا حمل على كاهله أخطاء كل الحكومات السابقة، وذهب بقرارات يعني ناس كلها رفضتها هو أجى تلقفها وأخذها كلها، وهو شخصية مخضرمة. يعني أنا هنا لست للدفاع عن، بس كونه غائب، إحنا للأسف طبعا إخوان على الهوى مباشرة أنا بتحدث، إحنا بنحكي مع المسؤولين، للأسف بعضهم بيقول لك لا أنا ما بطلع غير على التلفزيون الأردني، هو يعني نحترم رغبتك، لكن هاي الشاشات هي التي يعني تستطيع أن تصل إلى الشارع فيها. فلذلك نضطر بالعادي لما الطرف الثاني بده يعتذر نضطر أنه نأخذ وجهة نظر واحدة من الشارع، أنه أنتم بترفضوا الخروج معنا على شاشات للدفاع عن وجهة نظر أخرى. تفضل أنا بعتذر. فقط من أخي طارق، يعني هذه الحكومة تظن أن أو دولة عبد الله نسور تحديدا، لأني يعني بكل أمانة يعني غالبية فريق الوزاري هم موظفين حتى لا يملكوا أي قرار، ولا يتم حتى مشاورتهم في بعض الأمور المفصلية، وهم يعني إذا جاز التعبير الشعبي يعني بصيمة جميع يعني غالبية الفريق الوزاري. على إيش بنيت هاي المعلومات؟ أستثني منهم البعض لأنه قرارات في كثير من الوزراء لا يعني بهذه القرارات ويتم فقط الموافقة عليها. هذا أولا. ثانيا أمام هذه الحكومة ملفات كبيرة لم تقدم عليها ولا فيها شيء. هاي الانتقاد الكبير. أين ملفات الفساد؟ ملف التحول الاقتصادي وعدنا بأنه راح يرفع ورده وتبطل. أين ملف الأمن؟ وهذا الكلام موجه أيضا ل معالي الباشا حسين المجالي. أين ملف الأمن؟ هل يجوز في دولة كالأردن ولهذا الشعب عندما تسرق سيارة أن يتم الاتصال به ومفاوضته على إرجاع السيارة؟ أين نحن؟ هل هذه مافيات؟ هذا ملف أمام وزير الداخلية الباشا حسين المجالي. إما أن تكون قد بس كان في حملات، إما أن تكون على قدر هذه المسؤولية، وإما أن تغادر أنت وجميع الفريق الوزاري. لا نريد أن نقبل بهكذا فريق وزاري ضعيف لا يقوم بأدنى مسؤولياته. الأمر الآخر، هناك ما زال هناك في الدولة الأردنية رواتب مرتفعة خيالية وفلكية، كيف تريد من المواطن أن يتحمل قرار رفع أسعار الخبز وأنت تدفع لمهندس ربما أنه من مستوى الوسط تدفع له راتب 20,000 دينار؟ هل يجوز هذا في دولة كالأردن ولهذا الشعب الأردني؟ أيضا خرجوا علينا قبل فترة بأن إيرادات شركة الفوسفات انخفضت بعد مغادرة وليد الكردي، كأن هذا تلميحا إلى أن وليد الكردي كان بطلا قوميا وتريد أن تبرئ ساحته. قبل أن تقدم على قرار رفع الأسعار وحتى يستمع إليك الشعب الأردني دولة عبد الله نسور، عليك أن تقوم بواجبك أنت والفريق الوزاري وأن تقوم ببعض الحلول لهذه الملفات، عندها قد يستمع إليك الشعب الأردني، أما دون ذلك لا أظن أن أحد سوف يوافقك على هذا القرار. جميل، وشكرا. أنا انتهينا من هذا الجزء، لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي العزيزين المهندس أيمن الخزاعلي وهو عضو في المجلس الوطني لحزب الجبهة الموحدة وناشط سياسي واجتماعي أيضا، والأستاذ والصديق الأستاذ خالد الطامي وهو ناشط حراكي وسياسي ولديه وجهة نظر حراكية في هذا الموضوع. كان موضوعنا عن الخبز وبالون الاختبار الذي لا نعلم الآن، لا نؤكد ولا ننفي، ولكن هناك تصريح على لسان رئيس الوزراء بأنه سوف يتم ارتفاع هذه المادة بعد العيد مباشرة كما صرح فيه في مدينة الرمثة. حاولت أن أكون كمقدما محايدا وأن أكون مدافعا، إلا أنني للأسف لم أنجح في هذا الدور، لأنني لا أستطيع أن أكون مع رفع الأسعار على المواطن الأردني وأنا مواطن من هذه الطبقة الكادحة، لا أستطيع أن أوافق أو أن أدافع أو أن أبرر رغم محاولاتي الحثيثة. أتمنى على الدكتور عبد الله نسور وعلى الفريق فريق الحكومة كاملا، بداية احنا سمعنا بأنه هناك تعديل، أتمنى أن يكون التعديل أن ينشئ قاعدة شعبية لهذه الحكومة. هذه الحكومة لا يوجد لها قاعدة شعبية في الشارع الأردني نهائيا، حتى في مدينة الدكتور عبد الله نسور بدأ يفقد في هذه القاعدة بشكل كبير وملحوظ. فبتمنى من هذا التعديل، إذا كان تعديلا وليس تغييرا، إذا كان تعديلا بتمنى أن يتم تعديل
لبناء قاعدة شعبية لهذه الحكومة حتى يستوعب المواطن أي قرار لها. المواطن أصبح يرفض أي قرار لهذه الحكومة سواء كان سلبي أو إيجابي ابتداء، قل لك هاي الحكومة خلص رايحة على رفع الأسعار. زائد بتمنى من الدكتور عبد الله نصور إعادة النظر في موضوع الخبز، هذا الموضوع الخطير والحساس جدا، قد كان سببا في ثورات في عديد من الدول العربية ونحن لم نكن بعيدين، بل الأردن كان سباقا منذ سنين طويلة في هبة نيسان على موضوع ارتفاع الخبز، وأنت ترى أن الربيع العربي قطاره لا يتوقف إلا بمحطتان، محطة أولى نتمناها لهذا الوطن العزيز ولقيادته ولشعبه وهي محطة الإصلاح، والمحطة الثانية شاهدتموها في مصر وليبيا وغيرها من البلدان، نتمنى أن تكون محطتنا هي الإصلاح التي نسعى له. لدينا جزء ثاني سوف نتناول فيه موضوع موظفي مؤسسة البريد. شكرا لكم لحسن المتابعة، وأكرر شكري لضيفي العزيزين، انتظرونا بعد الفاصل بالجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم. درويش الإلكترونيات، أسعار مناسبة ومنافسة، سحبات وهدايا قيمة عند الشراء، خدمة مميزة ما بعد البيع، أكبر صالة عرض للأجهزة الكهربائية في شرق عمان. درويش الإلكترونيات، هاتف،
نضمن أقل الأسعار على كافة الماركات بما فيها أشلي، وننافس أي سعر في الأردن على معروضاتنا في ميداس. تنزيلات الربيع من 25 إلى 40% على جميع المفروشات والإكسسوارات خلال شهر آذار. لدينا أكثر من 100 طقم بسعر أقل من 1500 دينار. أكبر سلسلة معارض للمفروشات. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم بالجزء الثاني من هذه الحلقة، وهو مختص في موضوع موظفي البريد. البريد الأردني موظفيه معتصمين منذ يومين أمام مجلس النواب. هناك تواصل مع هؤلاء الموظفين، لديهم مشكلة وارتأوا أن تعرض على الهواء مباشرة، وفعلا هي مشكلتهم غريبة جدا. نستضيف اليوم الأستاذ خالد العايدي، وهو رئيس قسم البريد السريع سابقا في هذه المؤسسة ومطلع على الأمور القانونية والمجريات داخل هذه المؤسسة. البريد الأردني يطبق عليه ثلاث قوانين، على موظفيه ثلاث قوانين، منها العمل والعمال، ديوان الخدمة، وأيضا نظام داخلي، فيهددون حسب القانون الذي يكون فيه تهديد أكبر عليهم كموظفين. فإلى متى هذه الظاهرة، خاصة وأن هذه المؤسسة التي أصبحت تقصى بطريقة متعمدة لصالح شركات خاصة موجودة في الأردن للأسف الشديد، لا نعلم ما هي الأسباب وراء ذلك. للحديث عن هذا الموضوع ضيفي العزيز الأستاذ خالد العايدي. لماذا تعتصمون وما هي مطالبكم ابتداء؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء بشكرك أخي طارق على استضافتنا في هذا البرنامج في قناة جورسات. بالنسبة لموظفي البريد الأردني، هي قضية عاشوها الموظفين من سنة 2003 عندما طرح البريد إلى الخصخصة، وما زال بدون خصخصة. البريد الأردني هو جزء أو مؤسسة من أخطر المؤسسات في الأردن. يتعامل البريد الأردني عندما كان في حضن وزارة البريد والاتصالات، والآن هو البريد الأردني يعامل كصفة شركة عن نطاق شركة لحين الخصخصة، رغم أنه ما تخصخص، رغم أنه ما تخصخص من 2003، إن شاء الله ما يتخصخص، وإن شاء الله ما يتخصخص، لأنه هاي الخصخصة هي جابت كل المشاكل والبلاوي اللي الآن الموظفين معتصمين إلى هذه اللحظة. هم ليسوا بطلبة يعني اعتصامهم لمطالبات شخصية كرفع الأجور أو أنه بدهم مزايا أو بدهم كذا، فهم ملوا من المزايا، لأنه هو الآن البريد محتكر لصفة لبعضة لبضعة أشخاص فقط مسؤولين في البريد، في غياب انتهزوا هاي الفرصة، في غياب ظل ديوان المحاسبة والرقابة والتفتيش الإداري، علما بأن كل موظفين البريد الأردني المعارين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هم معارين، هم طيب. عينوا على قانون ديوان الخدمة المدنية. طيب. ولا أخي خالد، أنا مش لأي جهة كان أن تتدخل في شؤونهم إلا الوزارة، وزارة الاتصالات، كونهم معارين وليس هم موظفين. جميل. بعقود. أنا مش بقصد المقاطعة، ولكن حملت أمانة من ضيفي السابقين المهندس أيمن الخزاعلة والسيد خالد القطامي، وهم بالكلمة النهائية قد اختصرت عليهم لأن الوقت قد انتهى، الوقت المخصص للجزء تبعهم، ورسالتهم كانت هي المطالبة بالإفراج السريع والفوري عن معتقلي الرأي والفكر السياسي كائنا من كانوا من أي جهة كانوا، سواء حراكيين أم سياسيين أم غيرهم، هذه المطالبة يطالب فيها الشارع الأردني كاملا. تفضل، وأنا بعتذر عن المقاطعة، ولكن كونها أمانة لا بسيطة. طب الآن يعني كيف موظف البريد بتطبق عليه أكثر من قانون، وكيف صفته شركة هو بعد ما تخصصتش، يعني تحت أي أساس وتحت أي بند هذا الموضوع؟ سيد طارق، موظفين البريد الأردني معظمهم حوالي 90% يجهل القوانين، تعرف موظف الدولة لما بدخل في وظيفة عن طريق ديوان خدمة مدنية بوقع على عقد ووقع إجراءات الوظيفة المعروفة تعرف عليها أن في بلدنا الأردن. ففجأة في 2003 طرح عليهم أنه بدنا نخصص البريد ونبني بريد ونطور البريد وإلى آخره، والرواتب تتحسن والمزايا تتحسن إلى آخره، كذا كيفوا. فرغم أنه يعني معظم الكثير من يعني معظم الموظفين رفضوا فكرة الخصخصة من بدايتها، شاف أرغموا أنهم بصفة معارين دون علمهم. أنا بعرف الموظف لما يعار من وزارة لشركة موافقته، وهو في عقد ما بينه وبينه، لأني أنا موقع عقد مع وزارة البريد لما اشتغلت معها أني أنا بشتغل في هاي الوزارة عن طريق ديوان الخدمة المدنية. ولكن اللي تفاجأوا أول شيء، أنا بعرف كل الوزارات لما بتعير موظفيها أو تخصص
مؤسساتها تكون مثلا من وزاره وتصير شركه تتحول لمؤسسه. يعني الوزاره اصلا الغيت هسه؟ هي مش الغيت هلا الان. شوف ما ظلش لها حاجه، الاتصالات خصخصوها للشركه الفرنسيه. نعم. والبريد ايوه هو تابع ايه. برضه لشركه الاتصالات يعني بطريقه يعني. شوف شو اللي بصير هلا، هي تخصخصت، هي ظلت سموها من وزاره البريد والاتصالات الى وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هلا انا كموظف بريد لما يمارسوا علي قانون مثلا العمل والعمال وزاره العمل او النظام الداخلي للشركه اللي هو ما حدا بيعرف فيه من الموظفين، وتحدى اذا في موظف بيعرف شو حقوقه او واجباته. التفصيلات قلائل يعني. يعني حاطينه هيك، حتى كتبت عنه الاخت رول الحروب في 2006 انه هذا البريد يعني مش من الناحيه القانونيه مصوب اوضاعه، حتى انكم ترغم الموظفين على انه يكون. في مقاله سابقه للدكتور رولا حول موضوع الوضع القانوني تبع مؤسسه الوضع البريد. القانوني، وكتب كمان الصحفي نزيه القصوص. نعم. انه ادخار البريد في مهب الريح. تعرف الموظف لما بدخل وزارة أو بدخل القطاع العام إله ادخار، إله تأمين، إله 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 كذا. ففجأة لما انحال البريد إلى الخصخصة وهو ما تخصخص، لغوا كل هاي الامتيازات. الادخار اللي كنا يخصموه من رواتب الموظفين رجعوا لهم تقريبا الربع منه، والباقي راح في مهب الريح كما. طيب في تفاعل من مجلس النواب المعتصمين امام؟ والله في الألفين و لا جديد الان الان الحالي. في تفاعل، احنا حاولنا الاتصال طبعا. احنا الدكتور رولا حروب الموظفين هي للعلم هي من طلبت اجراء هذه الحلقه. نعم. وهي على تواصل هي ان شاء الله. الدكتوره رولا حروب والموظفين طبعا تعرف شركه البريد الاردني هي ليست شركه، ولكن هي يعني هي اسمها البريد الاردني كونها لا تخصص ولا ليست شركه. البريد الأردني يضم 300 ما يعادل 330 مكتب بريد موزعات على أنحاء محافظات المملكة. تتعامل هذه المكاتب كلها في البعثات البريدية والطرود، بالإضافة إلى دفع المعونة للمحتاجين، توزيع المعونة للمحتاجين، معونة وطنية، معونة وطنية. نعم شايف. وطلبات الجامعة الآن هيها في الأيام هاي بوزعوها الطلبة. ف دائرة البريد الأردني الإدارة العامة في المقابلين، إن إحنا كان في البريد الأردني لغاية الآن الإدارة العامة تضم مكتب للمخابرات، مكتب يعني نقول المكتب عسكري يعني شايف مراقبة الرسائل والاطلاع على من ناحية أمنية، ومكتب للجمارك. يعني طالما هاي المؤسسات موجودة في هذا البريد، في مبنى البريد الأردني الإدارة العامة، طبعا في إنه مبنى شحن في المطار، نتعامل إحنا مع الدول الخارجية طبعا. نتعامل ايضا يعني انا حذرت من الاعتصام اذا ما تلبت مطالبها مطالب الموظفين، اذا توقف اذا يعني تحول الاعتصام لاضراب اذا تحول لاضراب هناك اخطر. يعني هناك البريد يتعامل في ملفات القضايا الجنائيه بالمحاكم الاردنيه من والى من محافظه معان الى محافظه الزرقاء الى كذا. بيصير فيها تعطيل. فيها تعطيل وسريع جدا، لازم ساعتها يوصل لها. طب شو المطالب يا استاذ خالد؟ المطالب احنا يعني انا واحد من الناس من اللي يعني وقع عليه ظلم كبير في المطالبات، وانا دفعت ثمن باهظ جدا شايف، لاني كنت اطالب بتصويب اوضاع البريد الاردني من الناحيه القانونيه. ووجهت عده رسائل، وقابلت الدكتور معروف البخيت ايامه كان رئيس وزراء، وطلعت على الامر، وقابلت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات فأنا ذاك الوقت على أطلع، فكانوا ديروا ظهورهم مع أنه ملف البريد مطروح في مجلس النواب من 2006 ويؤجل مع فض الندوة أو فض البرلمان وراح. شف الآن مطالب البريد، موظفي البريد الرئيسية جريت. نعم هم بقول لك أنا موظف، هل أنا موظف على القطاع العام أم على القطاع الخاص؟ أنا موظف حكومة أو موظف شركة؟ أنا لما أرتكب مشكلة يعني حدد لي موقفي. أنا لما أتعاقب كموظف حكومة، يعني المطلب الأول التصويب القانوني لأوضاع العالم بالضبط. هاي ثانية، هاي من الناحية القانونية شايف. البريد الأردني الآن يفتقر للموازنة. ما كنا نسمع عن الصحف والإعلام إنه البريد ربحه السنوي مثلا 10 مليون أو ربع مليون أو 500 ألف. الحكي مش موجود. هذا الحكي كان مبهم، ما له أساس من الصحة. الآن أنا بحكيها على شاشة التلفزيون، البريد الأردني الآن مفلس للغاية.
ولذلك تركوا المدير العام بدون مدير عام الآن. الآن هو بدون مدير. بدون مدير عام. أنا محل المدير العام ما بسمح للدولة إنها تخلي مدير يترك بريده بريد مؤسسة كبير زي هيك مفلس وفي ورطة ويسحب حاله يقدم استقالته ويروح يتعاقد مع دبي ويشتغل في دبي. شايف؟ هذا بحمل أنا المسؤولية ولازم يتعاقب لأنه هذا كمان في ملفات فساد كثيرة في البريد الأردني. يعني بحاجة إلى تصويب أوضاع مالية. أيضاً. نعم. المطلب الثاني. نعم. أوضاع مالية مش أوضاع مالية كباقي الوزارات. لا يعني زيادة. توضيحها. بدهم ينطبق عليهم ما ينطبق على موظف الدولة في كل مؤسسات الدولة من مزايا من حقوق من إلى آخره ينطبق عليهم هذا بدهم إياه. تأمين صحي طالما شركة وعدهم بتأمين صحي ليش ما يعطون تأمين صحي شامل أو تأمين صحي يكون كريم إلهم ولأسرته. برضو الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي معظم الناس يعني حتى الضمان الاجتماعي ما بصل كامل للموظفين ما بصل لدائرة الضمان. يعني قبل فترة دائرة الضمان اجت طالبة تقول لك في نقص عندنا 57,000 وين بتروحوا فيهن مصاري هذول وين بتروح بروح للضمان موجهة الضمان وين بروح طالما بتقول وصلن وما وصلن وبصر ايش. فالآن احنا بنحاول تصويب الأمور من الناحية المالية والإدارية والدرجة الأولى تصويب أوضاع الموظفين المعارين الذين هم تحملوا عبء الخصخصة الفاشلة شايف في الأردن. الآن هم مهددين بالطرد قسم كبير كان 2700 موظف في شركة البريد الأردني الآن فصل منهم أو طرد أو أنه انتقل منهم بإقصاء يعني أو نقل تعسفي تقريبا بحدود ما صفي منهم إلا الآن ما يعادل أقل من 400 إلى 500 موظف معار من 2700 وفي حوالي 900 واحد إجوا يعني من 2500 واحد معار نعم. تم الضغوط عليهم حتى استقالوا ظل بس أو 400 واحد ولغاية اللحظة هاي مهددين الآن بالطرد وبالنقل وكذا كذا والضغوطات اللي بواجهوها الآن وسبب اعتصامهم أنه مضغوط عليهم أنه يا أخي هاي شركة روح انتقل حل عنا بدناش اياك مشان هذا جيب ابنه وهذا جيب قرابته في اسر كامله تعينت في البريد وانا عندي اسماءهم وملفاتهم. الان اللي هم في البريد الاردني القانوني والاعلامي والمالي هذول يجب ان يقدموا للمحاكمه عليهم ملفات فساد هذول يجب ان يسالوا هذول شلليه ومحسوبيه شايف افسدوا البريد من ناحيه التعيينات. يعني كخالد العايدي دارس مع شهادة مع كذا إلى آخره شايف يقصى من مكانه بضغوطات وبتلفيقات وإلى آخره أو غير وينتقل أو يرغم أنه ينتقل دور لوزارة ثانية أو مؤسسة ثانية وينتقل روح يعني مشان يجيبوا واحد أمي لا يفهم ولا يقرأ مشان الآن لما الآن هاي هم معتصمين الأخوان يهددهم يروح يقول لهم وزير العمل بعث كتاب بتهديدكم بغرامات 50 دينار عن كل يوم اعتصام. بأي حق وزير العمل بيهدد موظف دولة معين عن طريق ديوان الخدمة القانونية وبعدين بأي حق إنك تمنع واحد يعبر عن هذا مطلب وطني وليس مطلب شخصي. أنا لما أطلع أقول هاي المؤسسة فيها فساد يجب تصويب أوضاعها من ناحية قانونية. يعني مش طالبين رفع أجورة وبتقولوا بدها تصويب وانتوا أدرى فيها أكيد. نعم يعني. فإحنا إذا تصوبت أوضاع البريد الأردني وقتها إحنا بنحصل على إحنا فاهمين جدا إذا تصوب أوضاعها القانونية وكانت تعمل بشفافية وبإخلاص بدون محسوبية وشلالية تحكم بمفاصل البريد في غياب ظل الرقابة كل الرقابة الإدارية والديوان المحاسبة مش ما حد بيسألهم وين رايحين. يعني هلا الآن هي كمزرعة خاصة تسير من بضع أشخاص هذا لا يصح في مؤسسة أردنية. طب أنا عندي بريد مكتب سياسي في رسائل لجلالة الملك للديوان الملكي خاص جدا إله. طب أنا لما أعطل هاي الرسالة لجلالة الملك شايف اول السفارات الخارجيه والداخليه عندنا هون شايف تعطل البلد طبعا حط البلد اذا هذا مؤسسة حساسه ليش تدير انا بخاطب انا خطبت عون الخصاوني رئيس الوزراء الله يسهل عليه وخطبت الرئيس المعروف البخيت شايف وخطبنا يعني حاولنا بعثنا رساله للدكتور عبد الله نصور بس الظاهر الدكتور عبد الله نصور مع الازمه الاقتصاديه وارتفاع الاسعار نسي المؤسسات وحقوق الموظفين في هذه المؤسسات. الآن احنا اللي بنطالب موظفين انا بحكي بالنسبة عن الموظفين كلهم. الموظف الآن ما بده زيادة ما بده تزيد راتبه او تعطيه هو طلب بده يحفظ حقه يعني. طلب قبل فترة قبل شهرين طلعوا مسيرة شهرين ثلاثة هيك طلعوا مسيرة او اعتصام قدام رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوق مالية اسوة بالبوتاس والفوسفات والاخيري زي الاتصالات بدهم 13 14 يعطوهم جاب. فضل الانتصام وعدوهم وما أوثوا بوعدهم
ولكن هم الآن ما بدهم 13 رهن. طالما تصوبت أوضاعهم القانونية أمورهم لحالها لحالها بتمشي، لأنه أنا موظف دولة، ما ينطبق على الموظف وزارة الخارجية وزارة الداخلية ينطبق علي يا أخي، ينطبق على العسكري ينطبق علي، لأنه أنا ابن دولة، أنا زي ما بخدم العسكري أو الموظف الآخر الدولة برضو أنا بخدم الوطن طبعاً. أما في نقطة رئيسية بدي أحكيها أنا طبعاً. بالنسبة أوجهها للتهديدات التي هددوا فيها موظفي البريد. أخ طارق، قبل 3 شهور في اعتصامهم الأول إجاهم كتب بعد هذا أنه إذا بتعتصموا إذا 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 بنخصم عليكم بنطردكم. من وين هاي الكتب؟ هاي الكتب موقعة من إدارة البريد الأردني ووزارة العمل. يعني أنا الآن ببعث رسالة لوزير العمل أنه لا يتدخل في شؤون الموظفين المعارين من وهم معينين على ديوان الخدمة المدنية، فهم يمثلون الدولة ويمثلون رئيس الوزراء، لا يقصيهم ولا ينقلهم ولا هذا إلا بكتاب رئيس الوزراء. أنا لما أخلص تقاعد مثلا من البريد الأردني كونهم طبقوا علي قانون ديوان قانون العمل والعمال، ما إلي أي ورقة في البريد الأردني، بروح براجع وين؟ براجع وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، ملفي هناك. إذا ليش أنت داير يا وزير الاتصالات ورسالة لوزير الاتصالات؟ إيش عنا وزير الاتصالات؟ وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات. موجود. لا موجود، هي على الثامن، وزارة كبيرة بتهز هز. يعني ليش إحنا وزرائنا دائما مشرفين ومش مكلفين؟ ليش إحنا بدنا التشريف وما بدنا التكليف؟ يا أخي أنت مكلف مشان تعمل، مش مشان تشرف وتقعد وتشرب قهوة وتروح تنعزب على مناسب. انت بدك تروح على البريد الاردني، انت مسؤول عن البريد. انا ملف في الاتصالات، انا ملف الان في الاتصالات في الوزاره، شايف اي شيء انا بدي اراجع الوزاره، ما بحط واحد بعقد يجي يطبق قوانين وزاره العمل. لا، النظام الداخلي صار يطبق عليه. نظام يا اخوي، النظام الداخلي هذا انكتب على ورق. لا، انا اتحدى انت يا طارق، اخ طارق محامي وقانوني، اطلب من البريد انهم يطلعوك عليه، اطلب من البريد انهم يطلعوك عليه. طيب، أنا بضم أيضا صوتي لصوت الأستاذ خالد بأن هذه المطالبات هي مطالبات محقة، وأتمنى على وزير العمل إعادة النظر بالتهديدات الصادرة إن صدرت، وله حق الرد على ما جاء على لسان ضيفي الأستاذ خالد العايدي، وهو موظف من ضمن هؤلاء المعتصمين. وأتساءل بأنه المواطن الأردني والموظف الأردني موظف جيد وموظف أصيل يطالب بوقف الفساد الموجود في هذه المؤسسة، بقول لك أنا ما بدي ترفع راتبي، ولكن صوب الأوضاع القانونية، في هناك فساد، في هناك إشكاليات كبيرة في هذه المؤسسة، مؤسسة خطيرة وحساسة في هذا يعني في 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 مجال عملها، ممكن أن تدخل في كل وزارة وفي كل مركز اتصال في الأردن والسفارات وغيرها وغيراتها. فإذا يجب إعادة النظر في هذا الموضوع للجميع. حق الرد على ما جاء على لسان ضيفي الأستاذ خالد العايدي، وأترك له الهواء قبل انتهاء هذا الجزء للحديث في دقيقتين حول أهم المطالب، وأن توجه رسالة لمن تشاء. سيدي، أنا بدي أوجه رسالة لأصحاب القرار في هالدولة، من رئيس الوزراء حتى المسؤولين عنها. البريد الأردني موظفينه مساكين، معظمهم يجهلون تطبيق القانون، الآن استغلوا جهلهم في هذا القانون ومرقوا عليهم أشياء كثيرة. لا يعني ذلك انهم مش بحاجه لزياده راتب، مع انه رواتبهم متدنيه جدا، يعني اللي تعين بس قبل التصويب القانوني بيصحح لهم الامور. ولكن انا بوجه رسالتي لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شايف، ان يعرف انه في مؤسسه او البريد الاردني يتبع لوزاره تكنولوجيا المعلومات، شايف، وتابع امور الموظفين. ولوزير العمل الا يتدخل في العقود، اصحاب العقود الذين عينوا بعقود هم هذا موضوعه، ولكن ليس موضوعه موظف الحكومي الذي عين في ديوان الخدمة المدنية. الآن في ناس لهم 20 سنة من موظفين ما زالوا موظفين، وناس تعين ما صاروا سنتين وهم أقل كفاءة وأقل علما وأقل خبرة، صاروا رؤساء أقسام ورواتبهم بالآلاف. يعني إن يعني تصور حتى في مافيا، يعني تصور قبل على بعض المدراء اللي جاءوا للبريد، تصور إنه أمير قعوار مدير كان بدون ذكر أسماء، أمير قعوار زلمة مدير محترم كونه من أصل مسيحي، شايف، راحوا قالوا له يا سيدي بدنا دورة حج عمرة، راح وقع لهم دورة حج. متى بتصير؟ شوف المهزل لوين، دورة حج عمرة واخذوها المدراء، طلع لهم الكل واحد 3000 دينار، ما فيهم واحد يمكن بركع ركعة لله.
طيب هذا موضوع خاص، مش موضوع خاص، هذا هو على فساد في عينه. طبعا نوجه تحية لكل من ذكرهم، أيضا للسيد أمين قعوار وهو كان مدير سابق. والله كان محترم وزلم محترم، وقدم استقالته وروح من الفساد قبل منصور ملحس وجا بعد أحمد عبدات. طيب إخواننا شرفنا على الانتهاء. أريد أن أذكر بأن الجزء الأول من هذه الحلقة قد تناول موضوع تصريحات رئيس الوزراء في مدينة الروثة حول رفع أسعار الخبز، ارتدادات الشارع، أخذنا رأي شخص حراكي وشخص حزبي أيضا، ويبدو بأننا مقدمون على إشكالية كبيرة. حاولت أن أكون مدافعا لكنني لم أجد هذا الفن بالدفاع عن مثل هذا القرار الذي يمس كل شرائح المجتمع الأردني. وأريد هنا أن أنوه وأذكر لإخواننا المشاهدين بأن هذه الحلقات أحيانا ترتب عن طريق الصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم المحامي طارق أبو الراغب، فللتواصل هي صفحة إعجاب على الفيسبوك باسم المحامي طارق أبو الراغب. أختم هذه الحلقة بالقصيدة التي ابتدأت فيها، وهي: أمسكت قلمي بيدي وهممت بالكتابة على الورق، وكنت أهم للنوم قبلها، فهاجمني بقوة وحش الأرق، قلقا على أهلي وابني وجيراني ووطني، فيا له من قلق، انتابني شعور بأن ولدي ضاع بالزحام، لا بل إنه انسرق، وأن زهور وطني لم تستطع أن تتفتح وتفوح منها رائحة العبق، ومسرعين كثر على نهب وطني وسرقته، ويكرم من سبق، وباب حكومتنا يطرق منذ سنوات مرار ولا يسمع لمن طرق، وتربة يحاول الأحرار أن يروها لتحيا وإخصابها بدمائهم والعرق، وأشلاء من حولنا لم توقظ ضميرا ولا حركت الذي بالعهر غرق، عبيد لرغيف خبز وهو الذي أصبح الحاكم الآمر الذي من الرق عتق. شكرا لكم لحسن المتابعة، كنت معكم المحامي طارق أبو الراغب في برنامج قضية على الهواء. أشكر ضيوفي السابقين المهندس أيمن الخزاعلة وسيد خالد القطامي، وأشكر أيضا ضيفي في هذا الجزء المخصص حول موظفي البريد السيد خالد العايدي. تصبحون على ألف خير، شكرا لكم لحسن المتابعة. We'll be right back.